اكتشاف مقبرة أور في بلاد ما بين النهرين. هذه الصور المرفقة هي توثيق عن لحظة اكتشاف المقبرة الملكية في أور ضمن العراق القديم. يعرف هذا الاكتشاف بكونه من أعظم الإنجازات الأثرية في تاريخ العراق، حيث تم العثور على أكثر من 2500 قبر بمكان واحد. وسط هذا الحدث التاريخي تم اكتشاف شيء أغرب، حيث عثرت البعثة التنقيبية على 16 مقبرة منفصلة ضمن نفس الموقع، والتي تمثل مقابر جماعية دفنت فيها أفراد العائلات السومرية المالكة بطريقة جماعية. وهذه العائلات المالكة المختلفة تم دفنهم مع حاشيتهم وأتباعهم ومتاعهم وكنوزهم الثمينة وأثاثهم بطريقة فريدة لم تتكرر بأماكن أخرى في العراق. ولم يعرف العلماء أو المؤرخون السبب الحقيقي لذلك، وبقى سرا إلى يومنا هذا. ماذا تعتقد السبب لفعلهم هذا؟ اكتب لنا في التعليقات أو شر به أحد المختصين ليجيب، أو ارسله لصديقك المهتم بالتاريخ العراقي القديم. المصادر: كتاب من الواحي سومر للتوراة، فاضل عبد الواحد، صفحة 74 إلى 77. نقلت عن المؤرخ حاتم ثويني.